أعزائي طلبة المقبلين على المتميزين والموهوبين والتسريع، إليكم أجوبة الاختبار الذكاء، اختبار اليومي، اختبار ذكاء، واحنا بالفيديوهات مستمرين وياكم بنشر اختبارات الذكاء لأنكم تستفادون طلبتنا الأعزاء منها ويعرفون الصيغة اللي تجي بالامتحان شلون يجي اختبار الذكاء. عندنا اليوم من الرقم الذي يجب أن يحل محل الاستفهام، شوفوا ها قد يجينا هيك سؤال يعني مربع وها. انتوا دائما انتبهوا، احنا قال لكم لو جمع لو طرح لو ضرب. هنا شوفوا اول شيء مربع الواحد، مربع الاثنين اربعة، مربع الواحد واحد صار خمسة، مربع الثلاثة تسعة، مربع الخمسة 25 صار 34. اذا مربع الاثنين اربعة، مربع السبعة 49 راح يصير 53. الجواب 53. هاي المتسلسلة هاي حالها، وهذا الشات الموجودة اللي هو كان الجواب أربعة. شوفوا 88 صارت 85، نقصت ايش قد؟ ثلاثة. النوبة 85 ايش قد نقصت؟ نقصت ستة، صح؟ يعني الثلاثة انضربت باثنين، النوبة الستة ايش قد نقصت؟ نقصت تسعة. ستة نقصت تسعة، النوبة التسعة يعني هنا كأنما انضربت ثلاثة في واحد، كأنما هنا ثلاثة في اثنين، كأنما هنا 3 في 3، النوبة صارت نقصت 12، وهكذا إلى أن وصل 4 اللي هي معناها 7 انضربت بال 21، يعني من 25 انضربت في نقصت 7، يعني كأنما نقصت 21 من 7 في 4. زين، هذه اجي هنا انا اعزائي الطلبه الكرام، ايضا عندي شوفوا هاي هنا مثلا شاي الى كوب، شاي هو يصير بالكوب، قلم الى كتابه ميتا، باق قهوه الى فنجان بينه، وفشل الى نجاح، ومستشفى الى طبيب، فالاختيار راح يكون باق. يقول تبرع رجل بالسدس مبلغه ثم انفق الثلث وتبقى 3000 دينار، فكم هو المبلغ؟ شوفوا بيجي اجوبه، اول شيء انه شو تسوون؟ مجموع الانفاق زائد المتبقي، دائما خلوها ببالكم. هو انفق، تبرع يعني انفق بالمبلغ الكلي، مجموع الانفاق هو سدس، اول شيء انفق زائد ثلث، فسدس زائد ثلث يساوي لنا 3000. يعني احنا فرضنا اكس، يعني سدس الاكس زائد ثلث الاكس يساوي لنا 3000، فالنصف الاكس ايش قد يصير؟ راح يصير المجموع الكلي انه راح يصير نصف اكس. هذا مجموع الانفاق، مجموع الانفاق القانون اللي يقول لي المبلغ الكلي يساوي ان الانفاق زائد المتبقي. يعني قال عنده متبقي 3000، ايش قد انفقت؟ نصف الاكس، يعني هذا اكس، فمن اضرب وسطين في طرف يعني اتخلص من اضرب في اثنين صار 6000، وبعدين الاكس انقلنا صار 3 اكس، 2 اكس راح يصير اكس يساوي لنا 6000. يعني خلوها ببالكم، القانون اللي تستخدموه دائما هو المبلغ الكلي يساوي ان الانفاق زائد المتبقي. انا بما انه عندي الانفاق تبرعت وانفقت، تبرعت بستة وانفقت ثلث المبلغ، فاجمعهن وبعدين اسويهن يساوي ان المبلغ الكلي اللي هو اكس. زين، عندي هنا أنا بالنسبه لهذا السؤال الشكل المتتابع فاعول الشكل، اول شيء قلنا احنا نباوع على الدائره السوداء، القوس من هاي الجهه، شوف القوس صار من هاي الجهه، القوس صار من هاي الجهه، الحاله الوحيده انه القوس ما صار من هاي الجهه. زين، القوس ما صار من هذه الجهه، فادور على القوس اللي من هذه الجهه اللي هو سي، هي فقط سي ما غيرها. زين، وايضا اذا اباوع عن انه الدائره السوداء صارت هنا والدائرة جت هنا، يعني بعد في السي لازم الدائرة وين تجي؟ تجي هنا، هاي واحدة الثانية. الشيء الآخر أنه النقطة البيضاء جت هنا وجت داخل الهاي، بقت النقطة البيضاء ما اجت فوق، فالسي أيضا هنا. وبالنسبة لحل هذا السؤال، بس أنا مباشرة من القوس أقدر أعرفه وأقدر أحل الحل الصحيح. هذا كل ما موجود، شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.